مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من انفاس سبور. وكيف الاداء غادي نخصوا حلقه اليوم لتسليط الضوء على اخر مستجدات البطوله. ولهذا الغرض كيحضر معنا في الاستوديو اللاعب محمد الحيمر، لاعب سابق لفريق الوداد الرياضي والنادين المكناسي. اهلا بك سي محمد. اهلا اخت نهاد، وتحيه لجميع مشاهدي انفاس بريس. مرحبا بك معنا سي الحيمر. بارك الله فيك. سي الحيمر، البارح شفنا واحد السيناريو مشوق في البطوله، واش كنتي كتوقع هذا السيناريو هذا اللي كان البارح على بعد دوره واحده من نهايه البطوله؟ اولا شفنا هذه السنه واحد صراع كبير بين فريق الجيش الملكي وفريق الرجاء البيضاوي على التنافس على البطوله الوطنيه هذه السنه. هذا شفنا بان الفريقين كتعرف التركيبه ديال البشريه ديال الفريقين، كتعرف واحد التركيبه البشريه في المستوى العالي. فريق الجيش الملكي منذ الدوره 11 وهو كيحتل المرتبه الاولى. دائما كنشوفوا بان فريق الرجاء البيضاوي يعني ديك المطارده ديالو يعني مطارد مباشر، فكنظن بان المنعرج اللي تخلى في هذه الدورات الاخيره هو الخساره ديال فريق الجيش الملكي ضد حسنيه اكادير، اللي قلصات الفريق بين الجيش والوداد وخلات واحد الضغط كبير على فريق الجيش الملكي. كنعرفوا بان فريق الرجاء البيضاوي كيحقق انتصارات متتاليه، يعني تقريبا 11 انتصار على التوالي، فكنظن بان فريق الرجاء البيضاوي واحد الفورمه كبيره. بالامس ان شفنا ان تعثر ديال فريق الجيش الملكي امام المغرب التطواني، اللي بكل صراحه كنبغي نهني على الروح الرياضيه ديالو وعلى المقابله الكبيره اللي قام بها ضد فريق الجيش الملكي. يعني هذاك التعادل خول الفريق الرجاء البيضاوي من بعد ما انتصر في لقاء الديربي اللي كما شفنا ما ارتقاش لواحد المستوى اللي هو كبير. كنعرفوا بان يعني غياب الجمهور والحماس ديال الجماهير اللي كتعطي واحد الدافع دائما مقابلات ديال الديربي، فكنظن بان فريق الرجاء البيضاوي حقق الاهم اللي هو الانتصار ونقض على الصداره. كيبقى دابا المصير ديالو بين يديه، كتنتظروا مقابله كبيره مع فريق المولوديه الوجديه اللي كنظن بان حتى هو كيحاول انه يعني ينتصر باش يثبت الاقدام ديالو في القسم الوطني الاول الاحترافي. كنظن انها غتكون مقابله صعيبه وصعيبه للطرفين. غادي ننتظروا لا جورني الاخر باش نعرفوا الحسم، لا سيما الحسم لا بالنسبه للبوديوم ولا بالنسبه للفرق اللي غادي تغادر. فعلا سي الحيمه، كاينه الفتره المقبله غادي تكون فتره ديال التوقف الدولي، وممكن كتكون فيها واحد التوقف ديال البطوله. انت كتشوف واش ان البطوله خاصها تالي قبل من العيد او من بعد العيد؟ ولا كنتي كتشوف قبل من العيد، شنو هما المبررات ديالك سي الحيمه؟ فبالنسبه لي ان ملي كيكون واحد التوقف ما خصوش يطول، لان كنعرفوا هو داك النسق التصاعدي ديال المقابلات يعني كيخلي دائما اللاعبين واحد الجاهزيه واحد التنافسيه اللي كتكون كبيره. فإلى توقفات وطولات من وراء العيد، كنعرفوا حنا يعني حتى هذاك الجانب الذهني، لان جاء اللاعبين غادي يبغيو انه يستكملوا البطوله باش يمشيو يعيدوا مع الاهل ديالهم والاقارب ديالهم. فانا بالنسبه لي كما انا دست العاب وكنعرف هاد الظروف ديال المناسبات ديال العيد، كان يعني اللاعب كيبقى الذهن ديالو انه يسالي البطوله باش يمشي عند الاهل ديالو باش يدوز العيد في واحد الاريحيه وفي واحد المورال مزيان. حتى على مستوى الاصبر الاحترافيه هناك حديث على انها تتجه لبرمجه المباريات قبل من عيد الاضحى، وهذا غيكون في صالح بطبيعه الحال، لان كنعرفوا بان العيد يمكن غيكون في 16 ولا في 17 في الشهر. يعني عندهم يعني المجال بانهم باش يلعبوا المقابلات، لان تقدر يتلعبوا المقابلات في يومين، تقدر يتبرمجوا يا الخميس يا الجمعه ولا الجمعه ولا السبت. دونك عندك يعني الوقت باش انك تلعب هذا، يعني ما بقاش دي جورني، بقات يعني دوره واحده. كنظن بان شيء طبيعي ان تقدر تبرمج قبل من العيد. الا بغيت نسولك على مستوى البطوله سي الحيمر هذه السنه، هذا كيفاش شفتي؟ بكل صراحه فمستوى البطوله باستثناء الفرق اللي الجيش الملكي والرجاء البيضاوي اللي
بينه منذ بداية الموسم على مستوى اللي هو كبير بحكم أن كيتوفروا على لاعبين في المستوى العالي. بكل صراحة ما سبقنيش أنني مدة باش شفت بأن فرق أنك تحتل المراتب الأولى وعندها 69 نقطة، فكنا كنشوفوا بأن البطل كان 56-57 نقطة، فشفنا بأن هاد الفرق هذه رفعوا النساق، رغم أنك شفنا بأن جل المقابلات كتلعب هاوي كلو وهذا كيضر بالمستوى العام للبطولة. كنتمنى أن تلقى واحد صيغة اللي تكون من الأفضل باش يعني كنعرفوا أن الدور اللي كيلعبوا الجمهور وديك على النفسية ديال اللاعبين وعلى ذاك الدافع اللي كيعطي اللاعبين. فحتى الفرق ديال المؤخرة عانت بشكل كبير لأن كنا كنشوفوا في المواسم السابقة باش انك تثبت الاقدام ديالك كنتي يعني في المجموع ديال النقاط كنتي كتحصل على 30 نقطه و 32 نقطه. سي حمير لعبتي للفريق النادي المكناسي واليوم النادي المكناسي رجع لقسم الاضواء بعد 11 سنه، شنو احساسك وشنو تعليقك على الامر؟ اولا انا جد سعيد بالرجوع ديال الفريق النادي المكناسي للقسم الوطني الاحترافي الاول، لان العوده الى المكان الطبيعي ديالو، لان كنعرفوا بان نادي المكناسي فريق مرجعي عنده تاريخ ديالو، عنده جماهير كبيرة داخل الوطن وخارج الوطن، عنده جماهير شغوفة. بكل صراحة كنت كنتأسف لهاد السنوات اللي ضيعوها لا في قسم الهواة ولا في القسم الوطني الثاني الاحترافي اللي دوزوا فيه سنة مؤخرا. فبكل صراحة أن خصهم يستافدوا من الأخطاء السابقة اللي كانت وقعت في السابق باش أن الفريق النادي المكناسي لا مكونات ديالو ولا جماهير ديالو أنها تبقى في هذا القسم، لأن المكانة الطبيعية ديال هذا الفريق هي القسم الوطني الاحترافي. ولا سولتك على الوداد حتى ولعبتي ليه هذا الموسم هذا؟ وبكل صراحة أنا كنتأسف الوضعية ديال فريق الوداد البيضاوي، يعني نتيجة ديال تراكمات وإكراهات كثيرة ساهمت في هادشي اللي وصل ليه فريق النادي الوداد البيضاوي، منها المشاكل التسييرية، منها التعاقب ديال المدربين والإشكال ديال أنك دائما يعني كتغير المدرب وداك النهج التكتيكي اللي كيبدا يستوعبوا اللاعب، كيجي مدرب آخر كيعطيه نهج آخر. دونك هذه كلها إكراهات ساهمت في هذا الموسم السيء ديال فريق الوداد البيضاوي. أنا سنوات طويلة ما شفتش فريق الوداد البيضاوي أنا وصل لهذا المستوى هذه، فمؤسف أنك كتشوف فريق اللي هو كبير يعني عنده هالة كبيرة في داخل القارة أن تشوفه بهذا التواضع هذا. شفنا بأن النتائج أنها وصلت 10 ديال الهزائم، ما سبقش ان فريق الوداد البيضاوي وصل لهذا المستوى. كنتمنى ان يدار واحد لو بيلون، يدار واحد التقييم ويخرجوا من المكامن الاخطاء اللي وقعت هذه السنه هذه، وحاولوا انهم يستقطبوا لاعبين من وزن العالي، لان الوداد البيضاوي كيضاهي الفرق كالترجي كالزمالك كالاهلي كالرجاء. هذه الفرق اللي دائما خاصها تكون في البوديوم. كنتمنى بحكم انني بديت فريق الوداد البيضاوي انه يرجع للسكه الصحيحه ديالو ونشوفوا داك التوهج السابق ديالو ان شاء الله. وهذا ما نتمنى سي حيمر ان شاء الله. شكرا لك سي حيمر على الحضور ديالك معنا. مرحبا الاخت، كنت سعيده بالاستضافه ديالك. شكرا اخت وهاد. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه الحلقه، الى اللقاء في عدد جديد.